السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل النهاردة مشروب ساقع وسهل وسريع، هيعجبكم قوي وبيتباع بره غالي جدا جدا. احنا هنعمله بأسهل مكونات موجودة عندك في البيت، ممكن ما تتخيليش انها ممكن تكون موجودة عندك في البيت. هنعمل مشروب الاوريو او البوريو زي ما انتي تقولي. احنا بنجيب من ده، انا جايبة علبة كاملة بس انا واخدة منه خمسة من ده، خمسة من الباكت ده، يعني انا هعمل 4 مجات كبار، كل واحد هيبقى عليه كيس. ماشي. هحتاج سكر للتحلية، هحتاج نص كيلو لبن، نص كيلو لبن بخيره، لبن جهينة، لبن بلدي سائع، اللي يعجبك اللي يعجبك هتجيبيه. كوباية زبادي، هحتاج تلج عشان عايزاه سائع، واحتاج ازازة مية، يعني هحط مية، هخفف في حبة مية، حاجة بسيطة. ممكن نستغنى عن التلج ده، نعمل ايه؟ كيس اللبن ده، كيس اللبن ده كده احطه في الفريزر قبلها بساعة، هيتلج شوية ويبقى مجروش استخدمه على طول. طبعا الخطوة دي حلوة بتبقى كويسة. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الخلاط، حطيت التلج، هبتدي انزل بالسوائل الاول، اللبن. المشروب ده حلو قوي والولاد كلهم بيحبوه، مفيد جدا. هبتدي انزل، بس عشان بشتغل بايد واحدة، هبتدي انزل بالسكر طبعا، بس السكر خلي بالك ما تكتريش سكر لان البسكوت ده هيبقى مسكر. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا عايزه اضرب السكر الاول حوالي، بس هنقول ايه، 5 معالق سكر، مش هنحط ازيد من كده. نحط ميه، بس شويه. هنحط كوبايه الزبادي، الزبادي برفع القيمه الغذائيه بتاعته. عايزه تحطي كريم شانتيه حطي، مش هيقول لا. لو حطيتي كريم شانتيه مش هيقول لا. ماشي. هنعمل ايه؟ هنضرب دلوقتي ده، لحظة واحدة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل النهاردة مشروب ساقع وسهل وسريع، هيعجبكم قوي وبيتباع بره غالي جدا جدا. احنا هنعمله بأسهل مكونات موجودة عندك في البيت، ممكن ما تتخيليش انها ممكن تكون موجودة عندك في البيت. هنعمل مشروب الاوريو او البوريو زي ما انت تقولي. احنا بنجيب من ده، انا جايبه علبه كامله بس انا واخده منه خمسه من ده، خمسه من الباكت ده، يعني انا هعمل 4 مجات كبار، كل واحد هيبقى عليه كيس. ماشي. هحتاج سكر للتحليه، هحتاج نص كيلو لبن، نص كيلو لبن بخيره، لبن جهينه، لبن بلدي سائع، اللي يعجبك اللي يعجبك هتجيبيه. كوبايه زبادي، هحتاج تلج عشان عايزاه ساقع، واحتاج ازازه ميه، يعني هحط ميه، هخفف في حبه ميه، حاجه بسيطه. ممكن نستغنى عن التلج ده، نعمل ايه؟ كيس اللبن ده، كيس اللبن ده كده احطه في الفريزر قبلها بساعه، هيتلج شويه ويبقى مجروش استخدمه على طول. طبعا الخطوه دي حلوه بتبقى كويسه. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الخلاط، حطيت التلج، هبتدي انزل بالسوائل الاول، اللبن. المشروب ده حلو قوي والولاد كلهم بيحبوه، مفيد جدا. هبتدي انزل، بس عشان بشتغل بايد واحده، هبتدي انزل بالسكر طبعا، بس السكر خلي بالك ما تكتريش سكر لان البسكوت ده هيبقى مسكر. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا عايزه اضرب السكر الاول حوالي، بس هنقول ايه، 5 معالق سكر، مش هنحط ازيد من كده. نحط ميه، بس شويه. هنحط كوبايه الزبادي، الزبادي برفع القيمه الغذائيه بتاعته. عايزه تحطي كريم شانتيه حطي، مش هيقول لا. لو حطيتي كريم شانتيه مش هيقول لا. ماشي. هنعمل ايه؟ هنضرب دلوقتي ده، لحظه واحده بس. ابتدي اضرب، انا بحاول اضرب ضرب متقطع عشان عايزه ادوب السكر، ادوب التلج الاول، بعد كده احط ايه، البسكوت. هضرب وارجع لكم. هنا انا ضربت ضرب متقطع، هبتدي انزل، مجرد دوبت بس البسكوت، دوبت بس السكر، هبتدي انزل بالبسكوت وهضربه ضربتين ثلاثه لان انا عايزاه خشن، انا مش عايزاه ناعم. بصي كده، وهوريهولك في التقديم. بصي هنا احنا ضربنا، بصي اعمل ايه، بصي
تخيني ازاي؟ عايزاه خشن، انا مش عايزاه ناعم، انا عايزاه خشن. هفضيه دلوقتي وهوريهولك ازاي بيتقدم. ده شكل التقديم بتاعه حبايبي، حلو قوي. مشروب قيم جدا وغني جدا، مليان فيتامينات، فيه لبن حلو قوي ومسكر شيك قوي. تقدميه بشكل ظريف لاولادك وهيعجبهم جدا. بيتباع بره غالي جدا، نعمله احنا في بيتنا لاولادنا عشان اللي ما بيشربوش اللبن وما بياكلوش الحاجه فيها كاكاو هيستفيدوا بيه. يا رب يعجبكم وتقولوا لي ايه طريقته، عجبتكم ولا لا، وتجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. بحبكم جدا، انا حنان رمضان.